FM. الكلمة ليك. الإجابة الدعوة إلى مقاطعة الفضاءات التجارية الكبرى لأنها تبيع الخمور. كيفاش تصنفوا أو كيفاش تصنف الدعوة ذي واللي صدرت من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في صلاة جمعة؟ سيدي أنا لو أننا نجعل كل ما وقع به تصريح من سياسيا أو صحفيا أو صاحب ميل أو صاحب مجلة يقول كلام نصبح نحن نسأل عنه، هذا أمر الواقع. كل واحد مسؤول عما قال، لكن عندك بقي أنه الحكم عندك تمنسجي وصلي صلاة الجمعة، فما مسؤولية الخطاب الديني اللي حكينا عليه تقريب أكثر من ربع ساعة. هذا الذي الفكرة الأساسية معناش نحن شخصا نرى، لا لا شخصنا آه. لو كنا نريد الشخص نرى لا ليس هذا الموضوع، إنما هذا القول هو رأي وليس حكم شرعي. رأي وله الحق في ذلك أن يرى رأيه، كما لك الحق في أن ترى رأيك. رأيه ولكن يمكن يخفي في ليس حكما شرعيا اللي فهمته من كلامه، ولكن في مضمونه قد يكون حكم شرعي. هو رأي ليس حكما شرعيا. هو الحكم الشرعي يصدر عن حاكم شرعي. الكلمة ليك.